السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مملوك بيتباع في أسواق بغداد والشام لأعظم سلاطين دولة المماليك. هو فعلا السلطان رقم 4 في دولة المماليك، لكن بيعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. قدر انه ينتصر على المغول وعلى الصليبيين، وقدر انه يقضي نهائيا على طائفة الحشاشين، الطائفة الأكثر دموية على مر التاريخ، وما فيش أي ملك أو سلطان قبله قدر انه يقضي عليها. وكمان قدر انه يحيي الخلافة العباسية بعد ما سقطت بسقوط بغداد عام 1258 على ايد المغول بقيادة هولاكو. فيلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس واحلى كوباية شاي وركز معايا، لاننا النهاردة هنتكلم عن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. عام 1223 اتولد بيبرس العلائل بن دغدار الصالحي الملقب بأبو الفتوح، واسم بيبرس هو اسم تركي مكون من جزئين، بي يعني أمير وبيرس يعني الفهد، يبقى على بعض اسمه الأمير الفهد. أغلب المصادر بتقول إن بيبرس اتولد في بلاد القبجاق اللي هي كازاخستان حاليا، لكن في مصادر تانية بتقول إن بيبرس اتولد في بلاد القوقاز، لأن الباحثين في العصر الحديث بيقولوا إن المؤرخين في العصر المملوكي كانوا بيعتبروا الشركس اللي هم سكان القوقاز جايين من القبجاق، فبالتالي على كلامهم بيبرس جاي من بلاد القوقاز. المهم ان بيبرس اتولد في فترة كلها حروب وصراعات، كله بقى بيطحن في كله، والفترة دي بيسموها فترة العصور الوسطى. فلما كانت تيجي دولة تحاصر دولة تانية، فالدولة التانية دي قدامها ثلاث حاجات، لإما تستسلم وساعتها هتاخد الامان، او برضو ما تاخدش الامان، ممكن يدخلوها يدمروها وينهبوها، او انها تقاوم لحد ما اللي محاصرها ده ييأس ويمشي، او تقاوم وممكن تسقط، ولو سقطت في ايد الدولة التانية فساعتها بقى اللي محاصرها هيدخل بكل غل يدمرها وينهبها ويأسر اهلها ويخطف اطفالها. وهو ده اللي حصل لبيبرس، اللي اتخطف وخده تاجر على مدينة حماة. وكان بيبرس طويل واسمر وعينيه زرقاء، وفي عين من عين الاتنين فيها نقطة بيضاء. فلما التاجر خده باعه للملك المنصور حاكم حماة، بعد ما خده الملك المنصور رجعه تاني للتاجر. المهم التاجر راح واخده وراح بيه على الشام، وهناك باعه ب 800 درهم، لكن برضه اللي اشتراه رجعه تاني لان عينه زي ما قلنا فيها نقطة بيضاء. بس بعدها التاجر يبيعه لعلاء الدين البندقدار، ويستمر بيبرس فترة في خدمة علاء الدين البندقدار، لدرجة ان اسم بيبرس ارتبط باسم علاء الدين البندقدار، فتلاقينا بنقوله بيبرس العلائي البندقداري. المهم بعد ما تم مصادرة ممتلكات علاء الدين البندقدار، خد السلطان الايوبي صالح ايوب، وبكده بيبرس اتنقل من الشام لمصر. وهنا في حاجة لازم نعرفها، المماليك بدأ أول ظهور ليهم أيام الخلافة العباسية، وبالتحديد أيام الخليفة المعتصم بالله، لكن في الدولة الأيوبية انتشروا بشكل كبير، وكانوا بيجيبوهم جاهزين ومتدربين على القتال. بس لما مسك السلطان الصالح بيشتري مماليك سنهم صغير وما لهمش في القتال ولا حتى يعرفوا يشيل السيف، وبيعملوا معسكرات في جزيرة الروضة بمدينة القاهرة علشان يتدربوا هناك ويكونوا جاهزين لأي قتال. وعمل في 249 تيجي الحملة الصليبية السابعة بقيادة الملك الفرنسي لويس التاسع، اللي نزل دمياط واحتلها، وفي الفترة دي يموت الملك الصالح أيوب وتمسك شجرة الدر الحكم، اللي خبت خبر وفاة السلطان الصالح أيوب. لكن الصليبيين يشنوا هجوم تاني ويقتلوا فيه قائد الجيش المصري وقتها فخر الدين يوسف، ويحاولوا بعدها انهم يهجموا على القاهرة، لكن يمنعهم المماليك بقيادة القائد الجديد فارس الدين أقطاي. وفي الوقت ده يجي دور بيبرس اللي عمل خطة وقدمها لشجرة الدر للقضاء على الصليبيين، والخطة دي اسمها خطة المصيدة أو مصيدة المنصورة. وبسبب الخطة دي يتهزم الصليبيين هزيمة كبيرة جدا في معركة المنصورة عام 1250 ميلاديا، لدرجة ان الملك لويس التاسع تم أسره وحبسوا المماليك في دار ابن لقمان. وكانت المعركة دي هي بداية صعود نجم بيبرس. طبعا شجرة الدر ما كانش ينفع انها تخبي خبر وفاة السلطان الصالح أيوب أكتر من كده، فراحت بسرعة بعتت تجيب ابنه توران شاه اللي كان موجود ساعتها في حصن كيفا ويبقى هو سلطان. لكن توران شاه بدأ يضايق في شجرة الدر، وبدأ كل شوية طالبها بالأموال والمجوهرات بتاعت أبوه، وكمان راح شايل المماليك اللي كان معينهم أبوه وخلى مكانهم الناس اللي كانت جاية معاه من حصن كيفا. فراح المماليك بقيادة فارس الدين أقطاي وبيبرس وقتلوا توران شاه في منطقة فرسكو بدمياط، وراح مخلين شجرة الدر هي السلطانة على أساس إنها هي أرملة الملك الصالح أيوب. لكن طبعا الأيوبين اللي في الشام رفضوا إن تكون شجرة الدر هي السلطانة، لأن معنى إن شجرة الدر تبقى هي السلطانة كده معناه نهاية دولة الأيوبين في مصر. وكمان الخليفة العباسي رفض إن اللي يمسك حكم مصر واحدة ست. بس شجرة الدر طلعت ناصحة، راحت اتجوزت عز الدين أيبك واتنزلت له على الحكم،
لكن بعدها شجرة الدر تموت في معركة الأبائيب، وبإذن الله شجرة الدر هنعمل لها حلقة لوحدها. لكن برضو الأيوبيين ما سكتوشي، لأن اللي مسك مصر هو عز الدين أيبك المملوكي، فبالتالي حكم الأيوبيين كده انتهى في مصر. فبدأ الصراع ما بين الأيوبيين والمماليك، وانتهى الصراع بانتصار المماليك، وزاد صيت المماليك وخاصة القائد بتاعهم فارس الدين أقطاي، وده خلى عز الدين أيبك يقلق من فارس الدين أقطاي، ويجي سلطان عز الدين أيبك هو وقطز ويقتلوا فارس الدين أقطاي في قلعة الجبل عام 1254. وركز في نقطة ان قطز شارك في قتل فارس الدين أقطاي لانها هيكون لها دور بعدين. المهم كده حصل انقسام ما بين المماليك، المماليك المعزية بقيادة السلطان عز الدين أيبك ومعاه قطز، والمماليك البحرية اللي فيهم بيبرس. والمماليك اللي فيهم بيبرس خافوا ان عز الدين أيبك يخلص عليهم فهربوا، جزء منهم راح على دولة سلجوقة الروم، وجزء تاني راح على الكرك، لكن الجزء المهم اللي فيه بيبرس راح على سوريا. وهناك لما شافهم الملك الناصر يوسف فرح جدا، وقال لك فرصة يساعدوني ان ارجع مصر لحكم الايوبيين. ويجي بعدها الملك الناصر يوسف هو المماليك اللي معاه اللي فيهم بيبرس ويهجموا على مصر، لكن يتهزموا من عز الدين ايبك وقطز. وفي الوقت ده يكون المغول بيتقدموا ناحية بغداد، فيتدخل الخليفة العباسي ويصلح ما بين عز الدين ايبك والملك الناصر. فالمماليك اللي فيهم بيبرس قالوا لك لا، ده هما كده صالحوا مع بعض واحنا هنفضل طول عمرنا لاجئين في سوريا. فراحوا عند عمر المغيث صاحب الكرك اللي برضه وزوه انه يهجم على مصر، وفعلا هجم على مصر لكن اتهزم من عز الدين ايبك وقطز عام 1258. وهم وراجعين قال لك لا ما نرجعش ايدنا فاضيه، راحوا هجموا على غزه التابعه للملك الناصر يوسف وخدوها. وهنا الملك الناصر يوسف ياخدوا الجيش بتاعه ويهجم على الكرك، فيجي عمر المغيث بسياسه كده وقال له انت ايه اللي مزعلك؟ المماليك خدهم انا مش عايزهم. ويوافق الملك الناصر، لكن بيبرس كان ذكي جدا، فلما عرف ان الموضوع كده راح بسرعه ولجأ للملك الناصر اللي عفى عنه وبعدها كمان اداله نابلس. اما المماليك التانيين فحبسهم الملك الناصر في سجن قلعه حلب لحد ما دخلها التتار وخدوهم منها. المهم بعدها يموت عز الدين ايبك والمغول يهجموا على بغداد، وتسقط بغداد عام 1258. وبيبرس طلب من الملك الناصر انه يجهز جيش ويواجه المغول، لكن الملك الناصر فضل يبعت هدايا لهلاكه، فجاء بيبرس والمماليك اللي معاه وحاولوا يقتلوا الملك الناصر ويمسكوا اخوه الحكم، لكن الملك الناصر راح اتحصن في قلعه دمشق. ولما بيبرس والمماليك اللي معاه عرفوا ان امرهم اتكشف، فراح بيبرس وبعت لقطز يطلب منه الرجوع لمصر، وقطز يوافق ويديله كمان قليوب ويمسكوا الوزاره عام 1260. طبعا قطز عمل كده علشان بيبرس يساعده في حربه ضد المغول، ومن حسن حظ قطز وبيبرس والمسلمين كلهم ان ظهر قائد عظيم وهو بركه خان اللي قدر يعمل مشاكل ما بين المغول وبعضهم لدرجه ان هلاكه اضطر يرجع لبلاد فارس، وما سابش من القوات اللي كانت جايه معاه علشان تحتل مصر غير حوالي من 10 ل 20 الف جندي بس. وفعلا في 3 سبتمبر عام 1260 تحصل معركه عين جالوت بقياده قطز وبيبرس، وكمان يقتلوا القائد بتاعهم كتبغى. وبعد ما خلصت المعركة قطز وعد بيبرس انه هيديله حلب بعد ما حررها من المغول، لكن بعد ما حررها من المغول راح مديها لعلاء الدين ابن صاحب الموصل، وده خلى بيبرس اتجنن، بالاضافة ان بيبرس لسه شايل قطز ان هو اللي قتل القائد بتاعه فارس الدين أقطاي. فراح بيبرس والمماليك اللي معاه اثناء ما قطز كان قاعد لوحده هجموا عليه وقتلوه. ولما بيبرس والمماليك اللي معاه رجعوا للمعسكر، فالمماليك سألوهم مين اللي قتل قطز، فبيبرس قال لهم انا اللي قتلت قطز، فقالوا له يبقى انت السلطان. وفي كلام بيتقال ان لما بيبرس والمماليك اللي معاه ضربوا قطز، قطز ساله قال له انت ليه قتلتني؟ فقال له ان انا كنت خايف ان انت تقتلني زي ما قتلت القائد بتاعي سيف الدين أقطاي. فقال له بالعكس، ده انا كنت همسكك السلطنه، لان بعد موت زوجتي جولنار جلال الدين السلجوقي انا ما كنتش عايز حاجه تاني من الحياه. وقال قطز اثناء موته امر بتعيين بيبرس سلطان على دوله المماليك، لكن طبعا الكلام ده مش مؤكد. وفي عام 1260 بيبرس بقي هو سلطان وسمى نفسه القاهر، لكن الوزير بتاعه قال له بلاش الاسم ده لان كل اللي بيسمي نفسه القاهر بتبقى نهايته مش كويسه، فراح مسمي نفسه الظاهر. ولسه بيبرس بيقول هادي، راح الامير علم الدين الحلبي اعترض على قتل قطز واعلن نفسه سلطان على دمشق وامر بالخطبه لنفسه، لكن في يناير عام 1261 يهزمه بيبرس ويرجع دمشق مره تانية. ولما رجع بيبرس لقى الكورني سرق مخازن السلاح، والكورني ده كان فارسي عايز يرجع حكم الدوله الفاطميه مره تانية لمصر، لكن طبعا بيبرس قضى عليه هو واللي معاه وصلبوا على باب زويله، وموت الكورني انتهت احلام الفاطميين في العوده لحكم مصر. بعدها بيبرس شاف ان لازم يدي شرعيه للدوله بتاعته، فقرر انه يحيي الخلافه من جديد بعد ما سقطت الخلافه العباسيه بسقوط بغداد في ايد المغول. فبعد بيبرس يطلب واحد من البيت العباسي وهو الامير ابو القاسم، وبايعه في يونيو عام 1261.
لكنه الامير ابو القاسم رجع لبغداد المغول قتلوه، فاضطر بيبرس انه يبعت يجيب امير عباسي تاني هو الامير احمد بن الحسن وبايعه، لكن المرادين مرضيش يخليه يرجع بغداد وخلاه في القاهره علشان يحميه من خطر المغول، وسمى الحاكم بامر الله الاول، وبكده بيبرس احيا الخلافه العباسيه من جديد وان كانت برضه خلافه سوريه. وبدا بيبرس يرمم الحصون والقلاع اللي دمرها المغول، وكمان خد حصن الكرك اللي كان تحت سيطره الملك عمر بن العادل الايوبي، وقتلوا لانه مرضيش يقدم له فروض الطاعه والولاء. وبدا بيبرس يقوي الاسطول البحري بتاعه ويشرف على بناء السفن بنفسه، وبدا يبني في المدارس زي المدرسه الظاهريه، وكمان خلى فيها مكتبه كبيره وهي المكتبه الظاهريه. وفي عام 656 بنى جامع في القاهره وهو جامع الظاهر بيبرس واللي موجود لحد الان، وبدا يبني الجسور والقناطر ويحفر الترع وعمل كمان مقياس للنيل، وجدد الجامع الازهر ومسجد ابراهيم في الخليل، وكمان عمل اصلاحات في المسجد النبوي، وجدد قبة الصخرة لما زار القدس عام 664، وبنى دار العدل، وكمان وسع مسجد الصحابي خالد بن الوليد، وكان في عهده في نهضة كبيرة. وبيبرس حب يعاقب الصليبيين اللي ساعدوا المغول في معركة عين جالوت، فراح عاصر أنطاكيا، وكانت خلاص راح تسقط في ايده لولا المساعدات اللي وصلت لها من أرمينيا ومن المغول. لكن بيبرس رجع مرة تانية علشان يسترد أنطاكيا من الصليبيين في رمضان عام 666، لكن المرة دي حصرها حصار شديد جدا لحد ما سقطت أنطاكيا ودخلها المماليك وخدوا منها غنائم وأموال كتيرة جدا. وبدأ بيبرس يتحالف مع بركة خان حفيد جنكيز خان، وكان بيبرس بيحب بركة خان جدا لدرجة انه سمى ابنه بركة خان، وبإذن الله هيكون لنا حلقة كاملة عن البطل بركة خان. واستمرت الحروب ما بين المغول والمسلمين أيام بيبرس، وبقول كده لأن في ناس كتير فاكرة إن الحرب ما بين المسلمين والمغول انتهت بعد عين جالوت، وبين المغول بقيادة أبقى ابن هلاكو مستنين الفرصة علشان يهجموا على المسلمين، لكن بيبرس كان واقف لهم وقدر إنه يكسر شكوتهم، ودخل لأبغى يطلب الصلح، لكن برضه ما كانوا ساكتين، واستمروا في هجومهم على أراضي المسلمين، لكن بيبرس شاف إنه لازم يقضي على المغول، فعمل عليهم حملة كبيرة عام 675، وانتصر على المغول وحلفائهم من سلاجقة الروم في موقعة أبلستين، ودخل بيبرس قيصرية وقدم له أمراء السلاجقة فروض الولاء والطاعة، ودخل يافا من غير قتال بعد ما هرب الصليبيين منها. وحرر اسليز بعد ما كانت تحت سيطرة الصليبيين من عام 614، وبعدها خد أرسوف بعد ما حاصرها 40 يوم، وحرر مدينة سبد في 17 شوال عام 664، وبعدها حرر هونين وتبين والرملة ويبنى والقلاعة. وكانت مملكة أرمينيا بتساعد المغول في حروبهم على المسلمين، فقرر بيبرس إنه ينتقم منهم، فزحف عليهم المماليك بقيادة المنصور قلاوون، وفي معركة رهيبة في 21 ذو القعدة عام 664، انتصر المماليك وخسرت مملكة أرمينيا دورها في الشرق الأدنى. وكان الحشاشين قوة كبيرة جدا، لكن بعد ما هلاكوا دمر قلعتهم قلعة الموت بدأوا يضعفوا، وبدأ بيبرس في عام 669 يسقط في القلاع بتاعتهم قلعة ورا التانية لحد عام 671، وسقطت كل القلاع بتاعتهم وانتهوا الحشاشين نهائيا في الشام. وفي يوم الخميس 27 محرم عام 676 الموافق 2 مايو عام 1277 يموت الظاهر بيبرس، ويدفن في المكتبة الظاهرية بدمشق بعد فترة حكم استمرت 17 سنة، قدر خلالها ينتصر على الصليبيين والمغول ويقضي على طائفة الحشاشين، وكمان يحيي الخلافة العباسية من جديد. شاركونا برأيكم في التعليقات، وهنزل التعليقات دي في نهاية كل فيديو، ولو شايفين الفيديو ده أضاف لكم معلومة جديدة، اعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.